أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلنت الأمم المتحدة أن إجمالي المبلغ الذي تم توفيره من قبل المانحين خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية في اليمن بلغ 1,100,000,000 دولار، وأكدت الأمم المتحدة حاجتها إلى ما لا يقل عن 2,000,000,000 دولار للوصول إلى 12 مليون يمني يحتاجون بشكل عاجل للمساعدة لإنقاذ حياتهم. نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا لم تنجح الأمم المتحدة في توفير المبلغ الذي حددته في خطة الاستجابة الإنسانية؟ وما هي ضمانات وصول المبالغ التي تم التعهد بها للمحتاجين داخل اليمن؟ يمثل شبح المجاعة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في اليمن مع دخول الحرب عامها الثالث، إذ أصبح 9 ملايين شخص من أصل 27 مليون نسمة بحاجة لمساعدة غذائية عاجلة، وهو رقم شهد قفزة خلال الأشهر الستة الماضية بمقدار 3 ملايين شخص مقارنة بأواخر العام 2016. ورغم حداثة انضمامها إلى قائمة الدول المهددة بالمجاعة كالصومال وجنوب السودان ونيجيريا، إلا أن اليمن صارت هي الأزمة الإنسانية الكبرى في العالم، وأصبح عدد كبير من سكانها مهددين بالموت جوعا خلال الأشهر الستة المقبلة بحسب الأمم المتحدة. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة هذا التقرير. بعد تصريحات متتالية ونداءات استغاثات متكررة لإنقاذ اليمن من مجاعة وشكة، نظمت الأمم المتحدة مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بمشاركة عدد من الدول الداعمة وممثلي منظمات دولية متخصصة في الإغاثة الإنسانية. يحتاج اليمن بحسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مساعدات ضخمة لتفادي المجاعة، بالإضافة إلى ضمان وصول الإمدادات الإنسانية بطرق آمنة. رئيس الحكومة بن دغر وصف الوضع في اليمن بالكارثي، وقال خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية إن ميليشيا الحوثي نهبت أكثر من 2,300,000,000 دولار من فرع البنك المركزي في صنعاء واستخدمته في حربها ضد المدنيين. كانت الأمم المتحدة قد أطلقت خطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على 15% من قرابة 2,000,000,000 دولار طالبت بها الأمم المتحدة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 19 مليون يمني للمساعدات العاجلة، ووقوع ما يقارب 7 ملايين يمني على هاوية المجاعة. أعلنت الدول المجتمعة في المؤتمر تقديم أكثر من 1,000,000,000 دولار للمساهمة دون وقوع اليمن فيما أسمته فخ المجاعة، لكن مراقبين يتساءلون عن مدى إمكانية نجاح الأمم المتحدة في إغاثة بلد كاليمن أضحى بحسب وصف الأمم ذاتها الأزمة الإنسانية الكبرى في العالم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع سفيرة اليمن في سويسرا سحر غانم في هولندا، سفيرة الجمهورية اليمنية في هولندا. مرحبا بك سعادة السفيرة، وبداية لو تضعين في صورة أبرز النتائج التي خرج بها المؤتمر اليوم. أهلا وسهلا. أهلا. النتائج زي ما تحدث التقرير، خرجت بتقريبا نصف المبلغ المطلوب. خرجت بمبلغ 1.1 مليار، وهو مبلغ مقارنة بحجم الانتباه للقضية اليمنية يعتبر مبلغ جيد. جميع الكلمات كانت داعمة للشأن اليمني ولمساعدة اليمن، فكانت المواقف جيدة للغاية. نعم سعادة السفيرة، ممثل هولندا في مؤتمر الاستجابة كان من الملاحظ أنه أكد على ضرورة استمرار العمل ووصول المساعدات عبر ميناء الحديدة، وطلب أيضا بإعادة فتح مطار صنعاء لدخول المساعدات. هل يعني هذا أن هناك موقفا أمميا من موضوع بدء عمليات عسكرية في ميناء الحديدة إن كانت ستدخل عن طريق الطرق التي تؤدي إلى احتجازها من قبل الميليشيا؟ إذن ما فائدة هذه المساعدات؟ لا، حقيقة لا وجود يعني لموقف ضد استعادة الدولة لسيطرتها على الميناء الحديدة، وهو في النهاية ميناء سيادي وبالتالي من حق الدولة السيطرة عليه، لكن هم فقط يريدوا أن يضمنوا وصول المساعدات إلى جميع المحافظات اليمنية وتوفير بدائل أخرى لها.
نعم سعادة السفير، لم نسمع حديثا عن المناطق المحاصرة من قبل الميليشيا خلال كلمات المشاركين في المؤتمر، كيف يمكن فهم غياب هذه القضية من أجندة المتحدثين؟ حقيقة كان الهدف من المؤتمر إنساني محض. أظن أن جميع الأطراف حاولت ألا تسيس، إن صح هنا الحديث عن تسييس، لكنهم حاولوا دائما أن يحافظوا على مسافة لعدم وصف ما يحدث، ولكن وصف الوقائع المرتبطة بالوضع الإنساني. هذه هي النظرة التي حاول الجميع نقلها خلال المؤتمر. كيف سيتعامل مع هذه المبالغ التي جمعت؟ هل هناك ثمة خطة حكومية للتعامل والتنسيق مع الأمم المتحدة؟ المبالغ التي جمعت للأمم المتحدة للعاملة في اليمن. إذا لا دخل للحكومة الشرعية. لا، هي المبالغ لن تأتي للحكومة الشرعية بالطبع، هي المبالغ جميعها ستذهب إلى الأمم المتحدة كما هو واضح، لكن التنسيق قائم دائما بيننا وبين الأمم المتحدة، دائما التواصلات موجودة بيننا وبينهم على مستوى المكاتب أو على مستوى قيادات الأمم المتحدة. نعم سعادة السفيرة، هناك من يرى أن حجم التمويلات الممنوحة اليوم لا ترتقي لحجم المشكلة الحقيقية، وأيضا هناك من يرى أنها لن تكون نهاية المشكلة بهذه المعونات المادية ما دامت الحرب مستمرة ولا وجود لمبادرة سلام تلوح في الأفق عما قريب. أولا هو صحيح أنه لا يمكن الاستمرار في مساعدات إنسانية بلا نهاية، لابد من وجود حل، وهذا ما ندفع به نحن قبل أي أحد آخر. إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، هذا هو المطلب الرئيسي الذي دائما ما نقوله نحن، وقاله دولة رئيس الوزراء في كلمته أن السبب الحقيقي لما يحدث في اليمن سبب سياسي واضح، سببه الانقلاب والانقلاب على عملية التغيير، فبالتالي لا حل لها فقط من خلال المساعدات المؤقتة، ولكن من خلال إنهاء المشكلة أصلا. نعم سفير الجمهورية اليمنية في هولندا السيدة سحر غانم، كنت معنا عبر الهاتف من سويسرا، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى المتحدث باسم اليونسف في اليمن السيد محمد الأسعدي الذي ينضم إلينا من صنعاء. مرحبا بك بداية سيد محمد، والمبالغ هذه وإن تم توفيرها هل تعني انتهاء المشكلة في ظل استمرار الحرب وانعدام السلام؟ ولأن وجود هذا التمويل وهذا المؤتمر هو بحد ذاته إعلان أن هناك مشكلة وأن المشكلة أكبر. لو تحدثنا عن خطط الاستجابة الإنسانية التي أطلقت في العام الماضي سنجد أن المبالغ المطلوبة كانت ما تقارب مليار دولار أو مليار وثلاثمائة مليون دولار. هذا العام كانت المطالبة بأكثر من مليارين ومائة مليون دولار، بمعنى أن المشكلة ازدادت سوء وأن الوضع الإنساني تدهور وأن حالة الناس أصبحت لا تطاق والظروف المعيشية تتعقد يوما بعد آخر. الفلوس والتمويل الذي تم تحصيله حتى الآن هو يوازي تقريبا نصف المبلغ المطلوب للاستجابة الإنسانية لعام واحد. تحدث هذه كلفة تحتاجها المنظمات الإغاثة الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام واحد. العام القادم ما لم يتم التوصل لحلول سياسية تدفع بعملية السلام وتحقق الاستقرار في البلد وتعيد الناس إلى أعمالهم ووظائفهم وتحقق الاستقرار الاقتصادي ولو بشكل نسبي وإعادة رواتب العاملين في قطاع العام وتوفير مصادر دخل وإعادة الكهرباء وتنشيط الحياة ستكون مشكلة أكبر في العام القادم. المساعدات الإنسانية هذه تعهدات وليست مبالغ مدفوعة مباشرة، قد لا تصل كل هذه التعهدات، نتمنى أن تصل، نتمنى أن يأتي مبلغ إضافي أيضا، وبالتوازي أيضا يتم التوصل إلى اتفاق سلام يجنب اليمنيين مزيد من الكوارث والأوجاع. نعم سيد محمد، لو تحدثنا عن اليونسف كإحدى الجهات التي ستعمل على تحويل هذه المساعدات إلى أنشطة في الميدان، كم تحتاجه اليونسف لتمويل أنشطتها الإنسانية في اليمن وبما تتمثل هذه الأنشطة؟ اليونسف طالبت لهذا العام بمبلغ 236 مليون دولار لتغطية مشاريع الاستجابة الإنسانية في القطاعات مختلفة، منها أولا إبقاء قطاع النظام الصحي متكامل، سنقدم خدمات رعاية صحية أولية لأكثر من مليون طفل وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة، سنقدم لقاحات لأكثر من 5 مليون طفل تحت السن الخامسة، سنحاول أن نقدم تغذية علاجية لأطفال مصابين بسوء التغذية الحاد يزيد عددهم عن 323 ألف طفل،
ايضا سنحاول نقدم مياه محسنه وصالحه للشرب، سواء عن طريق دعم مؤسسات المياه او دعم او نقل المياه عبر الصهاريج للنازحين او المناطق المحاصره لاكثر من 4 مليون شخص ومواطن. سندعم صناديق النظافه وصناديق الاصلاح البيئي والمؤسسات الصرف الصحي بحيث نجنب البلد الكوارث البيئيه والمترتبه على المخلفات الصلبه وايضا على الصرف الصحي. ايضا سنقدم دعم في مجال التعليم لاكثر من نصف مليون طالب من توفير الحقيبه المدرسيه والمستلزمات المدرسيه والقرطاسيه، وايضا دعم بناء وتشييد المدارس التي هدمت وتضررت. استطعنا حتى الان ترميم 619 مدرسه، وسنقوم على في هذا العام بالانتهاء من ترميم 500 مدرسة أخرى. أيضا سنحاول دعم حوالي 100,000 شخص عن طريق المعونات النقدية الإنسانية المباشرة للأسر المتضررة، للأسر المحاصرة، للأسر التي فقدت مصادر دخلها، والأسر التي بدون حماية اجتماعية أو بدون أي مصادر دخل أخرى، لا مرتبات وغيرها. نعم. بمعنى أن لدينا برنامج طموح وكبير، نتمنى أن نحصل على التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية متكاملة، بحيث نستطيع أن نغطي بعض الاحتياجات التي باتت ملحة لملايين اليمنيين. نعم سيد محمد، البعض يتساءل عن كيفية تسلم هذه المبالغ، ما هي آلية تخصيص وآلية توزيع هذه المبالغ وآلية أيضا الرقابة على عمل الشركاء سواء الدوليين أو المحليين، ضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين كاملة؟ هذا سؤالي، أقترح عليكم أن تفردوا حلقة كاملة له. مسألة توزيع وتخصيص المبالغ هذا من اختصاص الجهات العليا في الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضا اشتراطات المانحين، لكل مانح يشترط توزيع وتخصيص المبالغ التي يتبرع بها لقطاع معين أو لمنظمات معينة، فسيتم مراجعة كل هذه المدخلات لعملية التعهدات، وعلى ضوءها سيتم تخصيص المبالغ. ولكن نأمل نحن في منظمة اليونيسف أن يتم تمويل خطة الاستجابة الخاصة بنا كاملة أولا. ثانيا نأمل على كل المانحين أن يلتفتوا لكل المشاريع التي تخدم الأطفال والنساء باعتبارهم الفئات الأكثر تضررا فيها من هذه الحرب ومن هذه الأزمة الإنسانية. نعم. أما من حيث المراقبة، هناك شقين المراقبة، هناك مراقبة ميدانية يقوم بها فريق اليونيسف المنتشر في كل المحافظات تقريبا. لدينا 5 مكاتب ميدانية في عدن وفي إب وفي الحديدة وفي صعدة وفي صنعاء وفي صعدة أيضا، وتغطي معظم كل محافظات الجمهورية هذه المكاتب الميدانية. ولدينا أيضا طرف ثالث، شركة متخصصة في الرقابة الميدانية تراقب أداء الشركاء الميدانيين وتتأكد من وصول المساعدات. بالتأكيد هناك تحديات ميدانية، هناك ارتفاع لحالات عدم حصار، لمشاكل، لتأخر، لعرقلات ميدانية، تحديات لوجستية، استمرار الصراع، استمرار المواجهات المسلحة، وأيضا مشاكل مرتبطة بالقدرات والكفاءات الميدانية لدى الشركاء في المحافظات، تتفاوت من محافظة إلى أخرى. نعم سيد محمد، سؤال أخير، أين دور الحكومة في كل هذا؟ هل عملكم سيشمل التنسيق مع الحكومة الشرعية؟ ما هو دور الحكومة الشرعية في هذا العمل؟ بلا شك التنسيق يتم مع كافة الأطراف، كل السلطات المحلية في كل المحافظات، ونعمل إحنا بشكل لا مركزي في الغالب، بحيث نستطيع أن نقدم المساعدات للمواطنين في على مستوى المديريات والقرى. نعم. لكن أحيانا تتداخل بعض المسؤوليات، ونحاول بقدر الاستطاعة التوفيق من أجل خدمة الأطفال، كل الأطفال في اليمن بدون استثناء. نعم. إذن سيد محمد السعدي المتحدث باسم اليونيسف في اليمن كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك سيد محمد. والآن ننتقل إلى الرياض أو إلى جنيف، معنا وكيل وزارة الشباب والرياضة سيد حمزة الكمالي. مرحبا بك سيد حمزة. وبداية، المملكة العربية السعودية قالت أنها قدمت خلال العامين الماضيين أكثر من 2,800,000,000 دولار لأعمال الإغاثة، ما صحة هذه المعلومات؟ وأين ذهبت تلك الأموال في ظل استمرار شكوى المنظمات الدولية والمحلية أنها لم تحصل على تمويلات تتناسب وحجم الوضع الإنساني في اليمن؟ أولا علينا أن نؤكد شيء مهم جدا، بأنه مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي تم اليوم قد نجاح جيد جدا. نعم. فوق مستوى ما كنا نتوقع. المبالغ التي تم تحصيلها كتعهدات وصلت إلى 1,100,000,000 دولار. هذه المبالغ توزعت على عدة دول، على رأسها
دول مجلس التعاون الخليجي، رأس المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، والكل يعي خطر الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب، والتي أصبحت الآن يعني مشكلة متسعة وكبيرة وتصل إلى جميع الأراضي اليمنية، وبالأخص الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح. الحديث المملكة الذي تحدث به معالي الدكتور عبد الله ربيعه رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة، هو يأتي في يعني في إطار الكلام الذي تحدث عنه سابقا، بأنه المملكة هي الداعم الرئيسي لليمن على المستوى الإغاثي وعلى المستوى الاقتصادي في الفترة الماضية. هم نعم سيد حمزة، عفوا على المقاطعة، ولكن نعم سيد حمزة، هناك من يقول أن دول الخليج كانت كافية لحل مشكلة الإنسانية في اليمن، وأن الأموال التي قدمتها خلال الفترة السابقة كانت كفيلة بألا تصل الوضع أو لا تصل الحالة الإنسانية في اليمن لليوم. لم ترد على سؤالي بخصوص ما صرح به المملكة العربية السعودية حول المبالغ التي تم تسليمها دكتور عبد الله الربيعه ب 8.2 مليار خلال السنوات الماضيه، ولم يحدد اي سنوات بالضبط، لم يتحدث عن سنتين فقط، بل خلال السنوات الماضيه ممكن ان تكون 10 15 سنه، لا اعرف انا مدى يعني الى اين تذهب الاحصائيه. نعم اوكي نعم. إذن سؤال آخر، معظم الكلمات سيد حمزة كانت اليوم أكدت على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية والعودة لطاولة المفاوضات. ألا ترون أن العالم ما زال غير مدركا لحقيقة المشكلة في اليمن، وكيف لم تتمكن الحكومة الشرعية من توضيح فكرة أن الميليشيا هي من تعيق كل محاولات إيجاد حل سياسي؟ غير صحيح، الحكومة الشرعية طرحت وجهة نظرها الصحيحة والحل الناجع للحل اليمني أمام الجميع، وقال بأننا نريد كما أتى في بيان الحكومة الذي ألقاه دولة الدكتور أحمد عبد الدغر، أن الحكومة تريد سلام مستدام، سلام دائم وليس سلام مؤقت. الأزمة الإنسانية هي نتيجة للانقلاب ونتيجة للأزمة السياسية التي تسبب فيها الانقلاب في البلاد. الأزمة الإنسانية هي نتيجة كما قلت وليست سبب. الأزمة الإنسانية يجب أن تعالج أسبابها قبل أن نتحدث عن تغطية الأعراض بينما المرض الحقيقي هو الانقلاب وهو غياب الدولة، وهو الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه. نحن نعم. تحدث دولة الدكتور أحمد عبد الدغر في لقاءاته الثنائية أيضا بعد الكلمة التي ألقاها أمام الجميع مع الأمين العام المتحدة، مع وزير خارجية سويسرا، وتحدث أيضا مع وزير الشؤون الخارجية البريطاني، وتحدث أيضا مع رؤساء المنظمات وجميع الذي قابلهم في اللقاءات الثنائية، وأكد لهم رسالتنا ونقل رسالتنا بأننا نعتقد أن عودة الدولة ونؤكد أن عودة الدولة هي الحل الأمثل والأنقع لإنهاء الأزمة الإنسانية. نحن نقول أنه يجب أننا مستعدون لتقديم كافة التسهيلات لجميع المنظمات العاملة بالأخص منظمات الأمم المتحدة لمساعدتنا في إيصال المساعدات الإنسانية ولكافة المحتاجين بالذات المناطق الأكثر تضررا. نقول بأنه هناك ممارسات خاطئة، هذه الممارسة الخاطئة يمارسها بعض الموظفين الامميين، وعلى سبيل المثال الممثل المقيم للشؤون الممثل المقيم التنسيق الشؤون الانسانيه الاوتشا جيمي ماكدلوك، ونحن قد تحدثنا في اكثر من لقاء وقلنا بانه للاسف لم يدن حتى هذه اللحظه حصار الحوثيين لتعز، لم يقوم للاسف بالعمل بحياديه وهو يعمل من صنعاء وتحت تأثير الحوثيين، وأوصلنا هذه الرسالة للأمين العام. نعم وضحت الفكرة سيد حمزة، تفضل بالبقاء معي، اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بك سيدة ميساء، هل أنت معي؟ ألو نعم أهلا بك سيدة ميساء. بداية لعلك استمعتي لحديث ضيوفي، كان حمزة الكمالي تحدث وأيضا سفيرة اليمن في هولندا وصفوا المؤتمر بالناجح، هل يمكن القول أن المبالغ التي تم توفيرها اليوم تجعل من المؤتمر ناجحا في حج تمويل لأنشطة الأمم المتحدة في اليمن؟ المؤتمر كان المفروض مرصود له 2 مليار دولار، هم جمعوش الا 850 مليون دولار، كان اقل بكثير من المفروض يكون. نعم المبلغ يعني الان سيده ميساء هو مليار و100 مليون، يعني تقريبا النصف تقريبا. اوكي، هو عموما مشاركه دول الخليج حتى الان ضعيفه، بالتحديد الامارات والسعوديه وهم الدول الشريكه يعني الاساسيه في الحرب، كان المفروض انها الاكثر تكفلا مساله اعاده الاعمار بالذات في المناطق الجنوبيه. اتصور انه المشكله طبعا كالعاده يعني
هذه الأموال عادة مشكلة لما توصل الأرض طول إدارة على الفساد على أشياء كثيرة هي تسبب في إهدارها. فبالتالي إمكانية الاستفادة منها بتضل بسيطة، يعني تتكلم على مليار ممكن الاستفادة تكون أقل من هذا المبلغ بكثير، حتكون يمكن الربع. نعم، لاحظنا سيدة ميساء أنت كتبتي في صفحتك على الفيسبوك عن هذا الموضوع، كيف يمكن تفسير تدني إسهام الدول الكبرى وخاصة تلك التي تقود عملية التحالف في اليمن؟ أنا أتصور أنه يا أما كان استخفاف كبير بالملف الإنساني وهو ملف أساسي، يعني لأنه إذا هذه الدول دخلت عسكريا بهذه المبالغ كلها، يعني السعودية دخل لحد الآن صرفت ما لا يقل عن 7 مليار دولار، فبالتالي إذا دخلت بهذا المبلغ كله ولن ترصد مبلغ، ولو يعني المفروض يكون شكل ما قريب من المبلغ اللي أنفقته عسكريا على الوضع الإنساني وعلى إعادة الإعمار، فهذا معناه أنه كل ما قد عملتها السعودية لا شيء، لأن هذا هو عمليا اللي ممكن يخدمها سياسيا لخدمة أجندتها السياسية في اليمن إذا هي لديها أجندة. نعم، السعودية قالت أنها دفعت أكثر من 2.8 مليار دولار، ما صحة هذا الكلام؟ هل لديك أي معلومات حول الموضوع؟ لا أعرف، مركز الملك سلمان حتى لا أعرف ما هي طبيعة العمل الإغاثي التي يقوم بها، لا أعرف ما أين أنفقتها السعودية. يا ما هناك خلل في الإعلام، فإنه لا إنها لا تستطيع أن توصل الإعلام ما الذي تفعله، يا ما هو هذا كلام غير صحيح. نعم. واحد من الاثنين. سيدة ميساء، كان هناك في وقت سابق تباينات وتبادل في الاتهامات بين الجانب السعودي وبين مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن حول عدم كفاءة الطرف الثاني في إيصال المساعدات للمستهدفين في اليمن، هل لهذا علاقة بعدم استكمال المبلغ المحدد؟ هل القضية قضية ثقة؟ من المقصود الطرف الثاني؟ المقصود سلطة الأمر الواقع أم المقصود الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة هي الأمم المتحدة مضطرة أنها تتعامل مع السلطات الموجودة على الأرض أين كانت طبيعتها، هذا شيء بديهي. يعني بخصوص أنه عدم كفاءته هذا شيء معروف، الآن المؤسسات الدولة لا تعمل، يعني لا تعمل إلا بحدها الأدنى، إذا عملت يعني. وهذا مش هذا معناه مثل ما قلت لك المبالغ هي جزء كبير منها ستكون مهدرة يعني. لكن أيضا مهم أن أنت تقدمي الآن مساعدات، لأن الناس وضع إنساني شديد الصعوبة، وصعب أن أنت تتركيهم حتى تنتهي الحرب، ولا يوجد في الأفق أي حديث عن نهاية الحرب سواء سلميا أو عسكريا. نعم سيدة ميساء، كيف يمكن ضمان وصول هذه المساعدات للناس للمستهدفين للمحتاجين في اليمن بشكل واضح وكامل؟ عفوا، كيف يمكن ضمان وصول هذه المساعدات إلى المستهدفين والمحتاجين في اليمن بشكل كامل وبشكل واضح؟ هذا هو طبعا يعني يظل يعني لابد أن الأمم المتحدة هي اللي تقوم بالعملية لأنها أقل الأمور ضررا، لكن مثل ما قلت لك هي بتظل أيضا النسبة بسيطة يعني، لكن هناك في أطراف ممكن تعامل يعني قضايا معينة كبيرة مثل دعم القطاع الصحي مثل النازحين، أوضاع النازحين، المعسكرات النازحين، أشياء من هذا القبيل يعني. أيضا عندنا الآن اللي هي مشكلة انقطاع المرتبات يعني، فممكن هل هذا المبلغ مثلا ممكن رفضه للدولة بحيث أنها تنفق يعني تصرف مرتبات الموظفين، هذا برضو مفروض أنه يضع بعين الاعتبار. نعم، هل كل الدول المانحة الآن وهذه المبالغ التي تم التعهد بها سيتم الإيفاء بها الإلفاء بالتزامها بالتعهدات؟ لم تلتزم بالتعهدات السابقة، كيف تقيم ما جمع اليوم سوى بما تم جمعه في السابق والذي لم يتجاوز 15% من إجمالي ما تعهدت به الدول المانحة؟ هذا السؤال موجه لي. ألو؟ أيوة أسمعك سيدة ميساء، سؤال لك. إذا ما تحدثنا عن البطء الدولي في الإيفاء بالالتزامات، المساعدات بتكون أحيانا كثير مرتبطة بأجندات سياسية. يعني مثلا في مرحلة من المراحل كانت دولة معينة لديها أجندة سياسية، أثناء المرحلة الانتقالية ما قدمتش المساعدات المطلوبة منها يعني، فهي المساعدات مش دائما بتيجي بشكل أوتوماتيك وتلقائي زي ما احنا متصورين.
فبالتالي المسألة مش يعني هذا الحديث عن هذا المبلغ أيضا عليه جدل سيكون أتصور يعني. نعم، هنالك بعض الملاحظة سيدة ميساء على طريقة أداء المنظمات الأممية فيما يتعلق بعدم اتخاذها أي إجراءات يعني واضحة حيال نهب المساعدات من قبل الميليشيا وبيعها في السوق السوداء واحتجازها أيضا. يعني مثلا ما هي طبيعة الإجراءات اللي ممكن تأخذها؟ نعم، لماذا لا تنقل مكاتبها إلى عدن؟ لماذا هي مصرة أن طيب تبقى هذه المكاتب في صنعاء؟ تنقل مكاتبها للمدينة، الحكومة لم تعمل فيها حتى الآن، يعني لا توجد معظم الوزارات غير موجودة في عدن، الوزراء يقومون بزيارات لعدن. يعني المسألة هنا السؤال هو لماذا الحكومة لا تنقل عملها لعدن وليس نعم. لماذا المنظمات الدولية لا تنقل عملها لعدن؟ وضحت الفكرة. إذن الخلل قد لا يكمن في مكان واحد. إذن سيدة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام نكون بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من سويسرا سفيرة الجمهورية اليمنية في هولندا سيدة سحر غانم، وكان معي أيضا من جنيف وكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكبير، وكان معي من القاهرة أو من صنعاء محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونسف في اليمن، وأخيرا كانت معي الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين من القاهرة. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد عبد المغني. نلقاكم على خير.